السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد اخوان مع فريق لا كاسا دي بيسكال. المهم باش تشوفوا هانتوما النهار اليوم السبت 16 جانفي، كابو نيغرو على الصباح، الاخ سفيان ابا ادم هو المسجلدي ها ايوه ها الاخر قال لك عندنا شافو شي طبيب في تطوان، قال لك شي شيبان يرجع كيجري، قال لك اللي فيه شي حاجه ماشي هو هذاك المريض، الماء باردين هو الدواء خوتي منا غيشوفوا لنا واش كاين شي حوت في البحر الدراري ما بغاش ياكل غادي يلاه توكلوا على الله. هات باش تشوف هاد الشيء مانو على القفه الفوطه ويت مسطين سلاتوس 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 العظيمة خيلة الرحمة الله اقسم بالله سخون ولا بارد؟ كيتسمى ناضية شو الهيش شو الهيش؟ صيفور ماطي راسو حيت العوينة لا ما تمشي عند الطبيب سعيد تمشي عند الفقيه بغيتي لا بغيتي تعيش 120 عام دخل الماء لابس الكابا لابس الكابا اسمع اسمع برودة خاي سعيد الا بغيتي تعيش 120 عام دخل تعوم لا لا 130 سنة وما غنعومش اوزي سوفيا شمن ربطة مسيلة عادية لا برا ربطك سير 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 المهم خاي سفيان صحة